حركة امتداد استغلت الخلاف بين الإطار من جهة وبين التحالف الثلاثي من جهة، ودخلت في اللحظة الأخيرة لتعرض نفسها، ياهو اللي يدفع أكثر وياهو اللي يلبي طموحي بشكل أكبر، أنا أروح وياه. لا، هذا الكلام غير دقيق. حقيقة احنا المطالب من يوم 5/2 أعلننا عليها بشكل واضح في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلننا بشكل لا لبس فيه بأن هذه النقاط من سيقوم بتنفيذها أو سيتعهد بتنفيذها فنحن ذاهبون معه. من يوم 5/2، اليوم احنا نتكلم على 26/3. طب لماذا التحالف الثلاثي لم يوافق على هذه النقاط يوم 5/2؟ يعني ألم تسألوا أنفسكم لماذا وافق عليها باللحظة الأخيرة؟ هذا يرجع لهم، أنت تقدر تسألهم لهم، ما تسألني لي ليش وافقوا باللحظة الأخيرة. أنا قدمت النقاط من يوم 5/2 وذكرت النقاط اللي أريدها واللي أريد أن أحصل بها واللي تخدم الشعب العراقي واللي تخدم الجمهور اللي ينتخب حركة امتداد. ليش وافقوا يوم 26/3؟ هذا السؤال توجه لهم مو توجه إلي. بالنهاية أنا قدرت أنه أخذ تعهدات طالما ناديت بها كحركة امتداد، طالما سعيت أنه تكون جزء أساسي للمرحلة المقبلة، أمور سياسية واقتصادية وأمور تمس مصلحة المواطن العراقي. فبالعكس هذه هي السياسة، وهناك من تعهد بتنفيذها، وإحنا ماضين في هذه الموضوع.